ونبقى دائما مشاهدينا في هذه الجزيرة الجميلة والجميلة جدا، والتي تستقطب مثل ما ذكرت في مقدمة هذا العدد عدد كبير وكبير جدا من السواح يأتون إليها من مختلف الدول الأوروبية. قلت نبقى في هذه الجزيرة ونبقى كذلك مع سكان هذه الجزيرة، حيث أردنا ومن خلال وجودنا هنا ومن خلال تواجدنا أقول هنا في هذه المدينة أن نستفسر عن مكانة المنتخب الجزائري وعن حظوظ المنتخب الجزائري كذلك في هذه الكأس العالمية بجنوب إفريقيا مع أبناء جزيرة مدار. Une équipe jeune qui est montante, c'est une équipe montante. Ils ont un groupe, je pense, avec ce groupe, ils feront beaucoup de choses. Donc il y a de la qualité, il y a de l'envie. Et pour moi, je pense que ce groupe, ils vont créer une très bonne surprise avec d'autres sélections. إنه فريق كبير حقا، وشاهدنا عدة مباريات له خلال التصفيات، يلعب كرة حديثة ونظيفة، وأتمنى لهم التوفيق في كأس العالم. نعم، إنه من الفرق الكبيرة في إفريقيا وأصبح يحسب له ألف حساب، يضم عدة لاعبين شباب يمتازون بمهارات كبيرة وروح قتالية، وأنا متفائل ككل البرتغاليين بمستقبل المنتخب الجزائري في كأس العالم. هو زميلي في النادي وسيكون خصمي في كأس العالم مع المنتخب الجزائري. Just a minute, please. معنا كذلك حليش، يعني أنت تمثل منتخب الجزائري مع فريق ماديرا وزميلك كذلك من فريق سلوفينيا، واش تقدر تقول لنا أنت على فريق سلوفينيا؟ تعرف الفريق، تكلم لك عليه، يعني ما هو ربما انطباعاتك؟ ما هي انطباعك؟ بياسر أخي، دوك أنا كنشوف صديقي هنا سلوفاك بيتنيك على حسب الإمكانيات دياله الفنية، بالطبع حيكون صحابه حيكون بنفس المستوى، وقد شاهدنا مقابلات تاع سلوفينيا وين شفنا البراتيك ان بون جو كوليكتيف. رفيق تتحدث معاه، تمزح معاه، تقول له نربحوكم، كيف يعني، كيف ما بيناتكم؟ كل يوم في التدريبات يكون لنا وقت من المزاح بيناتنا، ينقصروا نطاكينيه، راح نربحوكم، راح نديروا لكم، وكذلك نفس الشيء. قد كيف راح يكون التكهن تاعك على النتيجة؟ يعني نطلبوا منك انت ونطلبوا منه هو؟ نربحوا 2-0. Your pronostic? We win 2-0. 3-1 for Slovenia. Just can't. قال لنا يربحوا الطروائة. مهبول. مهبول، قلت له انت مهبول، امبوسيبل تربحوا على 3. لكن الروح الرياضية، يعني الروح الرياضية. يعني واش اليوم ما شفناكش تدرب، واش كاين اليوم؟ اليوم شويه حسيت شويه مره لازاني مريح، ما حبيتش ناخذ الريسك، ما حبيتش نفرص. واش كاين يا اخي؟ بخير يعني؟ ما كانش بخير. بخير الحمد لله، حاجه خفيفه بقى. نفرو من هادي يا اخي، هنا زيو في الفريق الوطني، زيو في الفريق الوطني مع خاوتي، مع ولاد بلادي، لغه واحده، دين واحد، ثقافه واحده، ما نفس الشيء. مام هنا صح اصدقاء واحباء، صح ليس كالاخوه، ماشي كالخاوه، بيان سي قاو جانب وتربطنا غير كره القدم فقط، وعلاقات حميمه بالطبع. صح الفريق الوطني رانا ولاد البلاد، رانا كي الخاوه، الصلاه مع بعضنا، بيان سي، امور كثيره، يعني امور كثيره اللي تجمعنا. وبعد هذه السلسله من الوقفات، زارت فرقتنا رفيق في بيته
وهنا تفاجأنا بحرصه على متابعة شؤون البيت يراعيها كما يراعي التدريبات اليومية والمباريات الرسمية. صعب يعني حياة الشخص وحده لا؟ بياسر هذه حلت لي ساكن وحده وحيت سيليباتير ايه لازم يقوم بروحه لازم ينقي الدار يغسل الماعن يطيب ماشي دائما من ذاك هكذا يطيب ولي جوار كامل كيما هكذا رفيق ولا اظن جميع سيليباتير هكذا صح اظن واللاعبين كامل هكذا يعني اظن يحكيوا لك حتى هما ياسر كاين اللي يحكي باللي يدي عييت من غسل الماعن من طهن طياب وحدي صح رفيق واش سوفون طيب هنا ايه اخويا بالك وحدك هكذا كي تكون هنا وحدك لازم عليك من ذاك كيما تروح للريستورون ولا تكون عيان عجزان هكذاك تحكم تريح تبريباري حاجه خفيفه هكذا باش نحي بها الجوع دوكا كيما الوالدين مشاو كيما راني بقيت وحدي لازم عليا نجبرون لو رولي نطيب شويه كش ما ناكلو كش ما القيمة هيدا واش طيب يعني رفيق تحسي دي بلا ليجي ولا طيب يعني دي ماكلة يا خويا كل دي بلا ليجي نطيبو دي بلا ليجي اللي نعرفوه ملي نقد بالخف نقول لك فاست فود حاجة خفيفة وسريعة وكشغل اللي ما نعجزوش عليها هذا ما كان سينو ما نعرفوش نطيبو حاجة ما خير صح قلت لي عندك مشكل كبير تاع الحمى هنا باش تلقى لحم الحلال هنايا ايه راك تشوف هذا ديجا اللي خلاوه اللي جابوه معهم الوالدين من الجزائر هذه هي الاخرانيه نكملوا نقضيو عليها بلا لحم عزيز عندك هنايا يا خويا الحمى هذا consistant pas vraiment consistant ما نعرفش ما نعرف غير هاد الحوايج خفاف اوملات فريت هكذا قليان مقارون الرز هاد العفاس هاد الحوايج صغار من ذاك كنتشهى لي نعيط للوالده نعيط لها في الانترنت نقول لها واش ندير هادي هي تقول لي جيب لي زانغريديون وزيد تري لي هادي شويه دير قيم غفار زيت ونقدروا ندير حاجه هكذا بلو كومبليكي اولا رفيق يعني شاهدناك في عدة محطات خلال هذا العدد وخلال هذا البرنامج شاهدناك يعني وأنت تتدرب في ملعب ماديرا شاهدناك كذلك وأنت مع العائلة مع الأباء ربي يخليهم لك إن شاء الله شاهدناك كذلك وأنت تحضر يعني لمباراة من المباريات المصيرية لمنتخب أو لفريق ماديرا إلى جانب صور أخرى ربما اكتشفها يعني الجمهور الجزائري والعربي بصفة عامة لأول مرة لو نتحدث لو سمحت عن تجربة رفيق حليش في هذه الكأس الإفريقية لأنه كانت أول كأس أول مشاركة لك يعني في هذه الكأس طبعا كأس إفريقيا هذه الأولى في المشوار ديالي طبيعة الحال بأني جي كو 23 سنة عندي غير 23 سنة احتمال تكون الأولى ديالي ونتمنى ما تكونش الأخرى نتمنى عدة مشاركات أخرى للفريق الوطني وإن شاء الله نكونوا حاضرين فيها احنا تانيك ونقول باللي هاد الكأس الإفريقية الأخيرة هذه كانت جد إيجابية بالنسبة لينا احنا ككل فريق وبالنسبة لي أنا تان شغل جي بخي دي ليكسبيريونس جي
تجربة خبرة وحتى 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 المستوى العالي. سنستمع يا رفيق لزملائك في فريق ماديرا ولكلهم حقيقة قالوا أنه رفيق يعني بدون رفيق ما تكون ماديرا وما يكون فريق ماديرا. فنستمع مستمعينا إلى انطباعات زملاء رفيق حليش في فريق ماديرا. وأذكر فقط يا رفيق ربما يعني تشاطرني في الرأي أنه هؤلاء الأسماء كلهم دوليين يعني يلعبوا في فرق إفريقية في جنوب أمريكا وحتى هنا في أوروبا. إذن بدون إطالة نستمع إلى هؤلاء ونعود لك بعد لحظات. pour moi c'est un frère à moi, il est trop gentil, c'est un excellent footballeur aussi. Rafik c'est un joueur plein de talent, il a plein de qualités quoi. Donc moi en tant que gardien de but, je me sens à l'aise quand il est dans ma défense parce qu'il me rassure. Il apporte la confiance au groupe. Donc, avec toutes les compétitions qu'il a faites, la Coupe d'Afrique et puis la qualification pour le Mondial, je pense qu'il a gagné beaucoup d'expérience. Et je pense aussi qu'il a un futur, quoi. Il a un futur, il va arriver très loin. رفيق هو واحد من الأسماء الأساسية في النادي ويعتبر حقيقة بمثابة الجدار في الدفاع. يحسن جيدا الدفاع على مرمانا وأتمنى له التوفيق في كأس العالم. إنه من اللاعبين الذين يحسنون مداعبة والتحكم في الكرة وله تقنيات عالية جدا ويتمتع باللياقة البدنية الهائلة التي تسمح له أن يكون في مرتبة اللاعبين الكبار. رفيق كنا نستمع الآن إلى زملائك في فريق ماديرا، يعني واش تقدر تقولنا عليه؟ اخي نقول بلي هادشي بزاف، ما نقولوش بلي النجم، انا ما نشوفش بنفسي بني نجم ولا شوف اكثر باني اخ او صديق. خاطش اولا قبل ما تكون لاعب في الميدان مع اصدقائك لازم تكون صريح، تكون صديق، تكون اخ معاهم. وكل شيء هذا يسهل لك المهمه باش تأقلم معاهم، باش حتى هم من بعد يسهلوا لك المهمة. نفس العلاقة مع